مشاهدينا الكرام، على هامش اختتام فعاليات مهرجان المسرح الرومانية بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الأسكندرية، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الأسكندرية، واللي استمرت فعالياته على مدار 6 أيام متتالية. بيسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء والدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالي. دكتور خالد، بنرحب بحضرتك معي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في ختام فعاليات المهرجان وعلى مدار 6 أيام متتالية، شفنا إقبال جماهيري ونجاح غير مسبوق لفعاليات المهرجان. تكلمنا عن تنظيمكم في دار الأوبرا لمثل هذه الفعالية المهمة. الحقيقة احنا طبعا بنبقى زعلانين أكثر من الجمهور إن المهرجان بيخلص، وإن احنا يعني بنفقد الليالي الجميلة دي والتجمع الجميل من الأسر المصرية والاستمتاع بالفقرات الفنية المقدمة. طبعا يعني كنت قلت قبل كده ان المهرجانات دي برعاية معالي رئيس الوزراء وبالتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار. الوزارتين الحقيقة بيوفروا لنا كل السبل ان احنا نقدر نوصل لكل مكان في مصر، كل مدينة في مصر نقدر نقدم فيها فقرات فنية، حتى المدن الصغيرة برنامج أو مبادرة حياة كريمة بنقدم من خلالها حفلات كتير جدا في قرى، يعني عايز أقول لحضرتك قرى صغيرة جدا في جميع أنحاء مصر. فالحقيقة احنا يعني دي حاجة يعني بالنسبة لنا اكتشاف، ان احنا نوصل لكل الناس دي ونشوف قد ايه بنقدر نساعدهم وقد ايه هم بيبقوا مبسوطين والموسيقى او الفنون عموما لما بتقدم للناس الحقيقة بتغير كتير قوي في سلوكهم وحياتهم. يعني الموسيقى شيء جميل جدا. دكتور خالد، مع ختام المهرجان وايام قليله وبتفصلنا عن انطلاق مهرجان اخر لا يقل اهميه، وهو مهرجان قلعه صلاح الدين الدولي اللي دار الاوبرا ايضا هي اللي بتنظمه. تكلمنا عن هذه الفعاليه، خصوصا ان انتوا هتقدموا تقريبا 42 حفل. احنا 18 يوم، كل يوم في فقرتين بشكل اساسي، بس في بعض الايام فيها 3 فقرات. عايز اقول لحضرتك ان مهرجان القلعه دي الدوره ال30، وكمان الدورة الـ30 دي لأ هو كمان مهرجان معاه الشهرة الدولية. ويعني طبعا نفسنا تبقى كل المهرجانات اللي في مصر تبقى يعني تملك الشهرة الدولية ديت. مهرجان القلعة طبعا عايز أقول لحضرتك كل أهالي القاهرة بتستناه بجد، خصوصا انه بيحقق العداله الثقافيه نقدر نقول. طبعا وبيجي له كمان من المحافظات وبنفس الاسلوب برضو بنقدم فقرات مختلفه بقى. يعني هقول لحضرتك في مهرجان القلعه علشان عندنا ايام كتير وحفلات او فقرات فنيه كتيره بنقدر نعمل اكثر يعني تنوع اكثر. والحقيقه بقى يعني في جمهور بيتغير مع تغير الفقره الفنيه او النجم اللي بيغني، وفي جمهور بقى بيجي كل يوم بيستمتع. دي الاسره المصريه، هم بيطلعوا بيستمتعوا بالجو الجميل بالمكان التاريخي العظيم. من اجمل المهرجانات في رايي انا، او من احب المهرجانات ليا اللي هي الموجوده في مصر، اللي هي الجمهور ايضا وللجمهور طبعا الكبير اللي بنلاحظه طبعا. وده طبعا زي ما حضرتك عارفه والجمهور كله عارف ان ده يعني بدون يعني مقابل، يعني هو 20 جنيه بس الدخول الحفلتين، يعني ب 20 جنيه يقدر يحضر حفلتين اي مواطن. دكتور خالد، يعني المبادره الرئاسيه حياه كريمه، كل الدوله وكل الوزارات والمؤسسات بتعمل من خلالها. حضرتك تحدثت عن وجود حفلات لحياه كريمه والمناطق اللي فيها حياه كريمه، تكلمنا بشكل اوضح. هي الحقيقه مبادره حياه كريمه هي يعني بنحاول ان احنا نوصل يعني كل ابناء المجتمع يبقى عندهم نفس العداله في الثقافه، يعني على الاقل احنا بنتعامل مع المبادره دي من خلال الثقافه او الفنون. فبالتعاون مع هيئه اصول الثقافه ودار الاوبرا المصريه بنقدم عروض
في كل القرى المصرية. يعني احنا حتى في حياة كريمة ما بنروحش المدن، يعني بنروح المدن الكبيرة، لا احنا بنروح القرى الصغيرة اللي هم بيبقوا يعني مش مصدقين ان ممكن يبقى في حفلة هنا. والحقيقة برضو الوزارة موفرنا كل حاجة ان احنا نقدر يعني نعمل مسارح متنقلة نقدم فيها العروض الفنية الغنائية والمسرحية. فده من حق أبناء الوطن جميعا ان هم يوصل لهم دوت او ده يبقى مقدم ليهم بشكل يعني بشكل غير مسبوق من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بالفعل قدرت توصل لكل القرى والنجوع داخل كل المحافظات في جمهورية مصر العربية. يعني حتى الفن والثقافة وصلت للنجوع والكفور. بالظبط كده، وده هدف سامي بصراحة، هدف جميل برضو، ده قدر من السعادة احنا كمنظمين يعني بنوصل له لما بنلاقي بقى الناس اللي هي عمرها ما شافت حفلة، عمرها ما شافت مسرح يعني بالشكل ده، عمرها ما شافت عروض لأن برضو بنحاول نقدم لهم عروض مختلفة، ما بنقدم لهمش الأنماط النسخية بتاعتهم أو بتاعت المكان بس، لا يعني بيبقى فيه تنوع. وبنروح كل مكان بنروح وبنكرر يعني مش بس مرة وخلاص، لا يعني بنحاول إن احنا طول الوقت نبقى متواجدين يعني. احنا بنشكر سيادتك جزيل الشكر الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا.